حال احنا تخلصنا من دولة القضاة كما يقول رئيس الجمهورية، وانتقلنا من تعدد السلطات في الدولة إلى سلطة واحدة هي سلطة مركزة في يد رئيس الجمهورية، وتحول القضاء إلى وظيفة. اليوم نحكيه على وظيفة قضائية، نحكيه على تحكم السلطة التنفيذية في المسار المهني للقضاة، نحكيه على عدم تطبيق القرارات الإدارية من طرف السلطة، وأشارها قرار إعفاء القضاة وتمنع السلطة التنفيذية من تنفيذ هذه القرارات. هل يمكن القول أنه تقريبا السلطة سيطرت نهائيا على ما سميناه قبلا بالسلطة القضائية؟ هو أولا السلطة السياسية لم تمانع في تطبيق القرارات القضائية ولم ترفض، بل تصدت. التصدي لتنفيذ القرارات القضائية تم بتبديل الأقفال، لم يسبقها في ذلك أحد. القرارات الإدارية التي تصدر على الجهة الإدارية رقبتها تخضع لرقابة السلطة القضائية. السلطة السياسية ذهبت إلى المحكمة الإدارية وقدمت طلباتها، وزارة العدل قدمت طلباتها، في الحد الأدنى ثم اعتراف بتلك القضايا المنشورة وقدمت طلباتها. أصدرت المحكمة الإدارية قرارات إيقاف التنفيذ، بما يعني أن القرار الإعفاء الصادر ضد القضاة أصبح في مقام العدم من حيث التنفيذ. وكان على السلطة السياسية، كان على السلطة التنفيذية أن تسعى إلى تطبيق تلك الأحكام احتراما لنفسها واحتراما للقانون. لماذا؟ لأنه عدم تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عنه جريمة، جريمة الفصل 315 من المجال الجزائي. هذا فضلا على أنه قانون 2017 في حماية المبلغين في فصله الثاني يعرف الفساد ويقول أنه مجرد تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية هو أعلى درجات الفساد. فما بالك ونحن نتصدى لتنفيذ الأحكام القضائية؟ عن أي استقلال قضاء نتحدث؟ هذه سلطة سياسية، الحكم القضائي عندما يصدر ينفذ باسم رئيس الجمهورية. نفس الجهة التي ينفذ الحكم باسمها تتصدى بواسطة وزارة العدل لتنفيذ تلك الأحكام. ليس السلطة السياسية وليس لوزارة العدل وليس السلطة التنفيذية أن تعترض على تنفيذ تلك الأحكام في دولة تحترم نفسها. عندما يصدر الحكم القضائي أنفذه. هذا ما المقصود باستقلال السلطة القضائية، عندما تصبح الأحكام القضائية لا تنفذ إذا كانت لا تلاقي هوى السلطة السياسية، فإنه لا يمكن مطلقا الحديث على السلطة السياسية، على استقلال السلطة القضائية. من جانب آخر، أيعقل جميع المواطنين، جميع قضاة المحامين ينجموا يحترموا اليوم أي قرار قضائي يصدر في أي ميدان، والحال أن السلطة التنفيذية رفضت تنفيذ قرار قضائي؟ أن لقاضي يصدر قرار وينتظر تنفيذه في حين يعلم أنه قرار آخر صدر على جهة قضائية رفض السلطة التنفيذية الاستجابة له؟ وهذا ما يعني أن السلطة القضائية أو استقلال السلطة القضائية بقي وهم الآن، لا يمكن مطلق الحديث على السلطة القضائية، بل أنه حتى وظيفة قضائية وضع القاضي لا يرتقي إلى مرتبة وظيفة قضائية، لأن الموظف في الإدارة له صلاحيات هو سيدها. اليوم القاضي ليست له صلاحيات، بمعنى أنه ينفذ تعليمات السلطة التنفيذية، معنى هذا إيش حبيت تقول؟ عندما أجد قاضي يرفض ويسمح للسلطة التنفيذية أن يطلق المكتب القاضي، المحكمة الإدارية بتونس أغلقت مكاتب القضاة فيها مع وجود النيابة العمومية داخل المحكمة وهي التي تمنع. لماذا؟ لأن الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية يقول النيابة العمومية تسرى لحسن تطبيق القانون وتسرى لتنفيذ الأحكام، وهي التي تثير الدعوة العمومية وتمارسها. أصبحت النيابة العمومية لا تثير الدعوة العمومية ولا تمارسها ولا تسرى على تطبيق تنفيذ الأحكام ولا تسرى لحسن تطبيق القانون خوفا ضرورة في جميع الوضعيات. واليوم لا ألوم اليوم القضاة عندما يرى المشهد أن 57 قاضي تم إعفائهم خارج إطار القانون، كل قاضي يتعهد بملف يقول أنا واحد من هؤلاء، ما صدر على زملائي بالأمس يصدر في شأن اليوم. وبالتالي عملية التركيع تامة للسلطة القضائية، أنا لا أقول تطويع، أقول عملية التركيع للسلطة القضائية أو العفو ليس السلطة القضائية أو للوظيفة القضائية أو ما هو دون الوظيفة القضائية.